حل السرور بنا. الحمد لله إن حل السرور بنا، وإن مر بالفؤاد حزن أو كدارة. والحمد لله ما جن المساء وما تجلى الصباح بالضياء وأسفارا. لله حكمته إن أعطى أو منع، فالخير فيه وكل الخير ما قدره. ولو رأيت ما اختار ربك وخاف لاخترته يا أخي، فأمعن النظرة. وإن ضاقت الدنيا وضقت بها ذرعا، اصبر فأيوب كم قد عاش مصطبرا. وارفع يديك إلى مولاك كيما ترى نور الإجابة بعد الضيق منتشرة. نور الإجابة بعد الضيق منتشرة. الحمد لله إن حل السرور بنا، وإن مر بالفؤاد حزن أو كدارة. والحمد لله ما جن المساء وما تجلى الصباح بالضياء وأسفارا. وبشر القلب بعد الصبر أن له من الله في أخراه الثواب والأجر. فكم شدة جاءتك حتى ظننتها، ستبقى مقيمة عليك مدى الدهر. فإذا بلطف الله يهمي برحمة، وينعش قلبك المكلوم بالجبر. فقس على ما مضى ولا تأسى أبدا، وأحسن الظن في مولاك واعتبره. فرب قافلة إليك قد رحلت، تفيض بشرا فكل البشر منتظرة. أولا نبدأ بافتتاح آيات من كتاب الله عز وجل، يقرؤها القارئ المقرئ الشيخ عيدروس، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه،
ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد حث الله تعالى عباده على تعلم العلم، ومدح العلماء وأشاد بذكرهم، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده سبحانه، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وحصر خشيته فيهم فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونفى المساواة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على فضل العلم والعلماء. وعلم الحديث من أجل العلوم وأشرفها وأعظمها عند الله قدرا، فيه يعرف المراد من كلام الله عز وجل، وبه يطلع العبد على أحوال نبيه صلى الله عليه وسلم وشمائله. وناهيك بعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدايته وإليه مستندا وغايته. وحسب الراوي للحديث شرفا وفضلا وجلالة ونبلا أن يكون في سلسلة آخرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم: أشد البواعث وأقوى الدواعي لي على تحصير علم الحديث لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تحمل الحديث واشتغل بتعلمه وتعليمه كان له الحظ الأوفر من هذا المدح للعلماء، وكفى بذلك شرفا للحديث وحملته. بل إن صرف العمر في تعلم الحديث ونشره أفضل من الاشتغال بنوافل القروات، وما ذلك إلا لما فيه من بيان القرآن وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتعصي به. ولو لم يحصل لأهله من الفضل إلا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي ورد فيها ما ورد من الفضل الجزيل، كقوله عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي وحسنه. وأهل الحديث هم أكثر الأمة صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قيل في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من هذه، لأنه لا إمام لهم غيره صلى الله عليه وسلم. ويكفي أهل الحديث شرفا وفضلا دخولهم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كما في السنن: نظر الله امرأ سمع منا حديثا وحفظه حتى يبلغه، فالرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، والرب حامل فقه ليس بفقيه. قال سفيان بن عيينة: ليس من أهل الحديث أحد إلا وفي وجهه نظرة لهذا الحديث. كما أن الاشتغال بعلم الحديث تبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وامتثال لأمره حين قال: بلغوا عني ولو آية، رواه أحمد وغيره. وقد بشر صلى الله عليه وسلم بحفظ هذا العلم، وأن الله عز وجل يهيئ له في كل عصر خلفا من العدول يحمونه وينفون عنه التحريف والتبديل حماية له من الضياع، وكفى بذلك شرفا وفضلا. فقال في الحديث المشهور: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله
ينفون عنه تعريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه ابن عبد البر وغيره وحسنه. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. ومما يدل أيضا على شرف الحديث وأهله ما ورد عن السلف والأئمة من تعظيم للسنة وإجلالهم للحديث لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن ميمون: ما أخضاني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته يقول بشيء قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما كان ذات عشي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكس فقال: فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفقت أوداجه. رواه ابن ماجه. وكان ابن سيرين إذا ذكر عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك خشع. أو اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله في ذلك أكثر من غيره. فكان إذا أراد الحديث اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وجلس على منصة خاشعة ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من الحديث ويقول: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يكره أن يحدث وهو قائم أو مستعجل. وما ذلك إلا تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجلالا لحديثه وكلامه. تعظيم للحديث والحرص على نقله والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم في الدقيق والجليل من أعظم علامات محبته، والمرء مع من أحب يوم القيامة. وقد جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: حب الله، أي أعددت حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. وأهل الحديث هم أولى الناس بهذا الوصف. ولذلك قال الشافعي: أهل الحديث في كل زمان كالصحابة في زمانهم. وكان يقول: إذا رأيت صاحب حديث فكأني رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه. فعلم بذلك شرف أهل الحديث وعلو مكانته في الدين، وأن الاشتغال بالحديث من أعظم الطاعات وأجل القربات. فينبغي على المسلم أن يعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما وتعلما وتعليما. أيها الإخوة، في هذه المناسبة المباركة من إجازة بعض كتب الحديث لكوكبة من طلبتي ممن كانوا معنا طوالا وأزمنة طويلة وأياما عديدة ودرسوا معنا هذه الكتب، فإنني أتشرف أن أعطي هؤلاء الكوكبة الإجازة بالسند المتصل إلى مؤلفيها وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإجازة المدى ويكهض الآن الماء مصطلح الحديث من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، وحي الشيطان إن يتهي طريق خميضة طرق تحمل الحديث أيضنا أنواع بيلي ذا نوع أو كريان وحاوي مركي مجرد تهي إجازة معينة لمعين، يعني إن كتاب معين قف له إجازيه أو قف معين على السيه له إجازيه. هذه مناولة لقدرة أيضنا ومن أرفع درجاتها بين قريسها. طيب إجازتها مركا حلقا وكتبتي للتأوي تدوينيي وضبطي حديثك لها ضلي وتعديلا وجرحا علمتي أي كهلين محدثين تي السلسلة الحديثية أهمية ذي هرائي لهيت اللي وقس تجري تحملك إيا باهي ذي اللوقة بي إلا أقاد الرجاشة إيا سنة كوذا ما دام كتبتي للتدوينيي أو اللي ألفي ما
باهيدا ايده سيدي هرا معها لكن هدنا اجازته وباقي وليبا ايده سند كيدي ايو لبحين ايو سببتنا وحاويان علمي لقادنا ايو بكميت هاي ايو علومات لقادنا ايو اولا ابرازي اولا عد ايو ابن سيرين محمد ابن سيرين رحمه الله وحديث إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم علم غن ويحديث كل لجيد ودين قفكت كقاضي سندين دين رجاشي إن هذا أبرتا الإمام السخاوي الصغر وحكوري أحمد بن حنبل إن وديشري إنها لو بطلت يعني الإجازة لضاع العلم إجازة هذي برتو علم غايا ضيع مايا ننقل إلى الخطيب البغدادي وحوليها يمركوا قول الإمام محمد بن أصل مدوسي سوق قولي قرب الإسناد قربة إلى الله عز وجل مقصود كمركة اللي قاله يحويه إجازته بقى سلسلة الإسناد المخصوص بهذه الأمة فيما نعلم إن أي باقي نقطه سلسلة إسناد جاءه أمدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي خاص قرده لأنه ميزل أمدنا لكمتها هي إن سندكو أو باقي هذا أرض والبنا أو أقون صدقفك أو علمك كقاتي يقفك أسجع طريق أو قصو وريي إلى لقى على النبي صلى الله عليه وسلم مرك ما هي إلا تأكيدا لمنهج السلف الصالح في حفظ اتصال السند والانتساب إلى الرجال حتى يصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى نبي أو كجارو سند كاسو متصلة تبرو قاس يحفظين تاي إلى رين تاسي ميزة تاسي إلى ذا هاي أمدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقصد كأو مهم سم إجازتنا أركان بإلى ذا هاي المجيز وشيخ بحناية إجازة أحد التلاميذ سينية مجاز له نوى من تحصل الإجازة من الشيخ قف إجازة الشيخ كقاطي المجاز به وكتبت يا حديثة قف كمجاز ومجيز كأو إجازي لفظك يسيقظ أو استعمال يوليه هيوان إجازي وعليه أجزت لكتابك أجزت للطلبة الحضور أمامي والمذكور أسماءهم فيما يأتي وهم الأخ الشيخ عبد إبراهيم نور والأخ الشيخ أحمد محمود آدم والأخ الشيخ عبد الرحمن علي الوادي والأخ الشيخ محمد مصلح عبد الله عبدي والأخ الشيخ إدريس أبيل سقار والأخ الشيخ موسى أحمد عبد الله والأخ الشيخ مهد عثمان قوليد والأخ الشيخ محمود معلم محمد والأخ الشيخ عبد الله محمد علي والأخ الشيخ عبد الولي محمد إبراهيم والأخ الشيخ محمد محمد عبد الله والأخ الشيخ عبد الرحمن متان أدواء والأخ الشيخ إسماعيل نورو أيو أجزت لهم كتاب صحيح مسلم للإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري كما أجازه لي شيخي رحمة الله عليه وجزاكم الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم نافعا وأن يرزقنا العمل به وأن يجعلنا ممن يرافقون رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا من العلماء العاملين أهل القرآن والحديث والعلم النافع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذا الكتاب تم تدريسه لكم وقد استمعتم مني مباشرة ومشافهة ومن أرفع أنواع التحمل وهو السماع من لفظ الشيخ، فهو أصلا موجود عندكم ومنقول عندكم بطريق وبسلسلة وبصفة ثابتة من أحسن صفات النقل والتحمل، لكن إجازتنا أيضا نسأل الشيخ نستند كذا هي طريق كذا هي وصف كذا سوالتا صدرت بان أيضاً إن وضري إن إجازتنا إن راعيه وأيضا السنة كيدين وضعته لقبل لابه مدرس كإلهي لقى قارو الإمام المسلم
إمام مسلم من سنة كيسو وحاو كريا وحاو عارسا سنة كرباعي أمها أفرت وكتر صدى نبي عليه السلام خماس ثلاثي أصغوا مالها مركا إلى خماسي سداسي انت بواسيلي هاي مركا إن شاء الله تعالى كتاب كاس وأني جاز السيئي أصغوا سنة كيسي نوطا سنة كي ومحوها تحم إلى لقار الإمام مسلمنا أيضنا إن شاء الله تعالى قعنتا يعني قلين دونا قف بان لو يردونا بإذن الله تعالى انت اسمك وحنا قد ما تي قيبتي إجازتي صحيح مسلم كا إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وحنا يريا إن شاء الله الأخ عبدي إبراهيم نور بقي كتابة اسمك إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك تقبل الله منا منك وسال بارك الله فيك أحسنت. الأخ أحمد محمود آدم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله بارك الله فيك إن شاء الله الأخ عبد الرحمن الوادي بارك الله فيك بارك الله فيك إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير أحسنت بارك الله فيك وفقك الله. الأخ مصلح عبد الله عبدي بارك الله فيك إن شاء الله جزاك الله خير أحسنت. الأخ إدريس أبايلي سقار السلام عليكم إن شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيك. الأخ موسى أحمد عبد الله بارك الله فيك ما شاء الله جزاك الله خير. الأخ مهد عثمان قريت حياك الله شيخ مهد بارك الله فيك بارك الله فيك ما شاء الله جزاك الله خير تفضل. الأخ محمود معلم محمد بارك الله فيك إن شاء الله جزاك الله خير حياك الله. الأخ عبد الله محمد علي ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. الأخ عبد الولي محمد إبراهيم بارك الله فيك ما شاء الله جزاك الله خير شعب دولي حياك الله توب الله ما شاء الله بارك الله فيك. الأخ محمد محمد عبد الله حياك الله ما شاء الله بارك الله فيك ان شاء الله. الأخ عبد الرحمن متان أدواء عليكم السلام بارك الله فيك إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير. الأخ إسماعيل نورو أويو بالنسبة للصحيح مسلم هذا حاجر تمرك قلو أيونا قادنا إجازة كتاب بلوغ المرام حافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. أجزت للأخ موسى أحمد عبد الله
كلا من كتاب رياض الصالحين للحافظ أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي، والأربعين النووي أيضا للشيخ أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي، وبلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وهذه هي إجازته مع سندي المتصل إلى مؤلفها. تعال يا شيخ موسى. أما بالنسبة للأخ إدريس فقد أجزت له كتاب رياض الصالحين وكتاب الأربعين النووي. أجزت لك كتاب الجامع الصحيح للإمام مسلم الحجاج القشيري نيسابوري رحمه الله، وهذه إجازتك مع السند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب. كتابك كسان شيغي وهذا خرستين مركا مقدمة إن لصوت دياريو وكذا إلى آخره، وجديد وحي هذون ما إن ضد امتحانه والمشغولية ونحراجيو هذا بربين وقتك هذه مناسبة إذا يلان دونتا كتابك الآخرين هاي رأيين بدن سؤال بدن إيو دادال بدن وألا موجيي هذا إن شاء الله تعالى مراجعة في عم بسو مراجع إيسين سان هو ونور ببهض ميشن يقابطن كتاب كبوطاء جديد سنة وحيهات سؤال لك أوي دين دونا كتاب وسيف عن إحادة أصول سميه وجديد وقبل أنت سميه هذا وأنا فرق يقول حياة دروس الأكاديمية يا حلقاتك مركا أكاديمية لسكتيك سدايو امتحانات يعني محوها لسك قضاء وهذه هذا مشغول بدلوج اللوج على لكن تنا أصل بيقول هذا إن سؤال يا امتحانات السويدية وبخاري عنكم الرأي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابه سؤاله ويدين جري علمية كتاب العلمي مركة تعالى أصل بإلى هذا لكن جدده ولا قاري هذا غرض كي وقاري وحاوي يعني وسيادة إذا قدم بي صدر دارا كي وحاوي كتاب كان كتاب عظيم وي وكتاب كان لبات مركة لقى صوته صحيحة كوبادي بخاري وآه كتاب كان لبات يصيقنا إسلام كبكي قرآن كان لقى صوته مركا دواوين تاسي قيمها بضان إيادك إيادك أو علوس علمي قوضون وحافل كيهاي وحاو دوشا إني سارن تاي مسؤولية دي دي أمانة دي دي يدوشا إني سارن قفو البوحان إجازة أوبحين هيا وجديد ويتهاي إنو هادو سنة كيسة متصل ونا هادو نين أرددهيسة هدو أرددهيسة هدو سنة كيسة وسيسيو عشر كي كتاب كرا وآخريو ومدنا أوغارسيو غرضكو انتا ويان حرجينا يا إن أتقادين كتابكي مسؤولية دا يحل كانا أتقادين سو سيدا ما سيدا ويان إن شاء الله انتين إن هذا ميشا فرده وحرجينا يا أهلنا ذو تهين إن هذا كتاب كان حمبارتان ومدنا أوغارسيسان حتى ولو بشكل حديث مختارة دا كتابك قارتو ومساج لفريزتو صد حديث أفر حديث لبا حديث كشاك تصبح والبا كتابك ودامانا يا وقتي إذا هلا جارو أرد كوسا فريزته هذا هشوا واسكسيه في عنتاي رجع يدمر كي يرجع له مكلا اسكوميدوي دكسيات هيسان مدارس بجوكتان معاهد بجوكتان مساجد بجوكتان وأئمة المساجد علماتهين مقالوين بعد سكودري دونا ولا هذه دونا وعلم الله فريسان دونا مركا هرين تاسوا إيران سكودي هريسان هذا مجرى قف ديار واه إنه مقاله أما تورو انتو تقو إنه علمه أفر يستقو فنونتي كالدوغنة وآخر يا ديار واه هاي شيخ موسى قعاني تاقي انت قالي هاي شيخ درز قعاني تاقي هاي يعني قفو البمركان ويهرو وانده قالي مقاله أسألك أقبهان ياهي يمحوها مساجد كاسئلة فريستو ديار موتين يا ديار واه هذي قوليمي هذا مانتين حنصامر مقالة مقالين ك وجير رأسان وجير كونتي ومقالة وينه مركا وحيش يقال علماء دي جوكتي إن لا أي هاي قف علماء أو صحيح المعتقدة أو محوها هالوك السوية علمي سيئيو ديانة ديسة أو مساجد نوفريستا وحكا استبا هنو قارته وحوالبا وقفكا ساقا كفريسين كرانا ديار بانونا
مفنوع عسر ربنا ويدين كاكاوة من باب المثال لكن وجرتها باهيضو ما لبك جرتها لكن هذا مقارده إن وين علمات وإكبادان تايل نحجة جوه وحافة كفية عن إن ميل وين أو ميل تولو أو مقالة انتي لفارستو لحاقضو باديه أيكو إمادان أو تولوين كيوطن أيكو سو أروران أو ماشا منبع مركز أتكسى ميزتو يا دنيا آخر يا دين يا دنيا بكوفي عن هذا هلك هو تكرار ويان يتأكيد وي هذا فرض العين كوماها فرض كفاية كوماها حتى عشان عاوي من باب زيارة الخير ومشاركة خير كاسعد كغير قاضم ويمويني ما البيجرت أما فرض العين أنا قطعي أما فرض الكفاية ويران مرك إن شاء الله تعالى على سكوت دياري رجاس إجازة قاطي لستو ذوان هاي سنة يا احتفظ قف والبنا ما نت الله بعضه ريمجال ينقول نقنن حلو ريمجالة وذا ده هذا قذالك إمعضية ينقول نقنن ودقع ذك وهذا ودينا أنا يا أبو شيخ يا شيخ وشيخي أنا وأزقرب تاجنا يقولين إنك سويك الشخصين تين وتقانا وحول بقران يدين بق لكن ما دام أوصل سلسلة دي صوغة شين وسنة كي أصوغة شين وأبتركي عدي حاجة صوغة شين وحنسكون نقنن والد يولد صامه والد يولد مركا ولد والد كي كده قعدنا وعدي بكذي لهذا نبقى ذي لهذا مشقة كستا يا كوليل يا أون كستا الغدرة وأنا ديارة هاتو حتى خارج الحدود دي الغدرة مثل بالغدرة أت ودن كعب ودن كاس أمد مجلس وأنا دا عندها تاك تقض من هذه يوم معان كيدي يوم حوها سعادة ذي بركة ذي نوده ليسا أنا مش هيقضى أنا ذي وحان شرف يا سعادة بركي جرر وكفر حي جرر رنتي أنا وانا رنتي اسكشك شيقين إنه هدا أنو جهدك على كلاعين لكن من باب التحفيز وتشجيع للطلبة إنا نركو ذا بغنو شرف بإنو هيدر أنت أذكر ذلك كثيرا وأحسستها إنا بيرا أفالله هم بيرت أفالله شرف وين بإنو هيدر أنا كفر وان كفاني جري ما هين والله شيخ هذا الكيسر مدي ذي كرسيد ما يلا بغنو وقود ريمانا ديه جرين بل فرح بانو أركي جري إيو نصيب نخف نصيب اللهم إن إلهي وسيه تاس أيضا يعني أركي جري ما أدري يعني روحانيات كايو iyo nuuriyana nuuraniyadka iyo macaanka hadda sida u baabaay ma garanayo waa baabaay sida u baabaay marka ujeedada waxa weeyaan aan noqono culimo rabaaniina ilmi wadana ku dhaqma dadkana gaarsiya kuna sabra kuna sabra ujeedada saa weeyaan marka Allah ina xifdiyo xayaaka rajeena subhana wa taala inuu noo dhigo majliskeena majlis mubaaraka majlis yahay oo noo dhamay dhaafay majlis ilaahay oo noo raadin noqday مجلس محمد مجالستي نفحاتك يا خيرك يا بركاتك اللي جاي لي جري محايل هذا واد مريسين ابيادي اهل الصحابه النبي مكي لا حديث وكلا لا محاير اهل الحديث هم اهل النبي وان لم يصحبه نفسه انفاسه صاحبه ان قصوا النبي انا ان اركين نصيب انو يلانين ان الله كلنا لكن انفاستي سي ايان هيسنا أقواشي سي مواف عاشي سي سيردي سي شمائشي أيانا يستنى شمائل المحمدية صلى الله عليه وسلم بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء أنفردنا يوحينا أنمت يمقامك أيلا ذهي والله هلا كتاب إن أتسكسو أكفريستو أو أخرستو وآد نعو أنت أتسكفريستو آد كتابك ويحي كاغسو هذا ضد بلان با كتابك دقائي سنعي لكن والنصيب قارة إن إجازة كتابك آد كسو قيب قرشو أو إجازة ديس آد هشو وان إن كدوينة هي رالي هذا ودو عالقيا وإن حتى شيخ كدوينة مركا مرر بلان وحان أركي جري إن الاهتمام آد وفر بلانسي إن كتاب نور أما ذا إنه شيخ نو إجازيه وشيخ مركو نو إجازيه وحان قرانا يا كتاب مثلا كتاب كان قرآن كو كلي واشيخ نو أقري مركو نو أقري وهبين قد دم بي كل كي لغو عل علي أو حرتي قار كمدين أور جري كون نغ نغ دين سيدو هاد الشيخ وشيخ يو كلي يعني سغن نمت مركا ساو حيولي هاد كهر وأن أقرأ كتاب كيسوى إنه أنا وأقرأنا إن الذين كنا نحكي أقرأنا يسيمبور لكن أنت صو إدري إجازة الآن بيا هيدبور معناها سدي للربي ما هين لكن عا والله قبل الله
وادران كرتان بوله هذا الكا يا هذا الكا وحن كم مغلي شيخي هبل هبل بان كم مغلو وادران كرتان مركي جازدو فائدة إلى ذا وحاكم إذا وسند عن قاضني ووحي كتابك إنه أن بين أبوها إنه كأقرنه أن أطيرن كرشاخ إن الله جاب إنه إن بدن حتى وح بدن أو أن كتابك بكوئلن وكرك أو كشاجي وإنه قر قرني هاي كتابك أن كتابك أن وتحرم من المرك قارك وحان سر هذا ومكاحم هذا وحان وحوي وكلمات كشاخ وكرك كشاجي إن أقرنيني يعني جاي سنيني مرك إجازة فائدة إنك إيراد وحاكم له وأدو لغو حلاليي كتابك أقرين إيسي إن أتسيدي أو أقريدو لغو بنيي أو لغو كتابك وحي هذا كدام بيي وأدو فصحان تايا أقري وأنا مغلي سنشاقو إنو إنيري وحي هذا كدام بيي وإذنكا مرك جزاكم الله خيرا ومن قبئي الشرف وين شاق إساقا حقي سوحبا آدي مينو ساقا كأفافتي لكن وأيان يو نصيب أنا قصدي أنا أرك كلي كلي دتك أنت الموضع هينه أنت يروح يكسر قيوب شيء وإن نصيب إيه شيءهم حنوما لا تدب السديد بلاد إن أنت هيشاكو أنت هذا كتاب ولما ذا إنه كسي كلام قلنا هاي دكتو أم بنو تاجر وحنسلاه هون كتاب كيدون كحيد دونا ده أنت عمرجيس وجرو أنا ولا أنجوجنا إنه الله هاي إنه وحكد جيسنو marka di kitabki dhowrki kitab ee la muxuu la ijaazeeyay fursad loo helay inaga xaqeen waa inaynu kitabka aqrino waxa kale oo idin sheegaya san ku oga Abdul Khaliq wuxuu hayaa kitabki muslimka oo kulli wada dhameystiran anu halkan ugu imido waan ka shubtay uu igu jira hadda marka aan doono waan dhageystaa marka aan fursad u helo dhan waan dhageystaa marka waa kitaabkii oo sheekhu ku aqriyay mar labaadna uu kuugu celinayo ku muraajacaynayo ilaahay uu baa gaheli kara iyo ijaazadii oo ku darsatay waa nasiib weey waa yaara muxuu aha labadii dhinac iyo calaawo la isku daray weey marka aad uma gudan karo sidii la rabay laakiin siduu sheekhu inoo diray min xaqina aw haweeyo inuu kitaabka ku intifaacno inaynu isticmaalo inaan aqrino oo daraasad joogta ah yaana sidoo sheekhu sheegay hadeen ramaan khulaasayn oo baabab aan uga soo qaadanay marka jazaakum allah khayran wixii ijaazadu ay xambaarsanayd macna aha wa inaynu sidoo yahay u fahamno oo inuu wax dheeraada u yahay oo daraasadii ka dheeraada u yahay inaan u fahamno intaas aan ku soo gabagabeynayaa assalaamu alaykum wa rahmatullah الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني شيخنا إلهي سبحانه وتعالى هنو بركيو علمي جيسا إلهي سبحانه وتعالى علمي النافع وكرده متكي جنده وقال لهان الله سبحانه وتعالى هكرده عمري جيسا إلهي سبحانه وتعالى هنو بركيو عافيمات وحبرشادة أسي وضو بلشادة كسي أنفعان إلهي سبحانه وتعالى هصيو نبي عليه الصلاة والسلام وحليه هي من لا يشكر الناس لا يشكر الله قف قادتك كشكرين اللهكم شكرني مرك شيخ وحنا جم ذي هي إنهم كشكرنه وأن نحن وما حسنت هاي خير الله قصي أسود عين مر والبا ما هي لمن صنع إليكم معروفا فكافئوه يا نبي صلى الله عليه وسلم قف كيدين سمي وناك وأبل جود أبل جود كله هذا من ولا هاي مرك حديث النبي صلى الله عليه وسلم نور رأي فإن لم تجدوا ما تكافئونه فدعوا له ضلوا حاسسان وكل ويسان بل ادعي دعاء ودرا مركه شيخ عندنا جزاك الله خيرا النبي صلى الله عليه وسلم يقولها من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء شكرين بين يوم مدنت هي نعمدان ان هيسنو او شيخنا دح جوجو دد بدن با شيوخ دودي ايو كفايديسنين كدنتين او كتغين شيخنا ونا دح جوغا ان كفايديسنو هران وان كفايديسن حدنا فايده ان ودنو يا الله يسديه نوال وشيخ بان نقطة مسلم بعد ما يسوء إجازة قادته كتا علمي قوالو وينادا يلقمو وينادو الله نوحوليها لإن شكرتم لأزيدنكم نعمتها الله سبحانه وتعالى ونسي نوح لسوكوبي كرمه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة مركز شيخ إلهي سبحانه وتعالى نوبرك أيو كطلب أهان وحسكوط دار من علمي إلى مواصلين دائمن محايا إليه شيخ الليرة رحمة الله تعالى عليه أبو أحمد نصر ابن أحمد العياضي
بوحوليه لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته. ميدين في السرية وعلمتين سيدنا علي بن أبي طالبنا وقولها رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مالو سيدنا يدنا وحندها وتين والغسو قبيبة لنا علم وللجهال مالو مالي علم يفضل بضن فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. انت وحادر علمك وحكوية لكرامه يقيمه حتى هذه الوليدي جروا نصبهان الوليدي أما قويسان الوليدي أما جسميهان يشكليهان الوليدي ونوعك العضا هيت وحاصرن علمي وكابها بإني. وكي إمام الشافعي أقولها رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لآم. صاحب العلم مرك وامد كراميسا مر والبشرف ليه لم الليذو مرك إله خير هذين سيو إلهنا إذن قام في علمي علمي قام واصلين أوه أن دائمنا إمام الشافعي مرك لي لهذيك علمي قام بالكورا كيف شهوتك للعلم علمي يمعانك سكورا. وأقولها أسمع بالحرف فتود أعضائي أن لها سمعا تتنعم مثل ما تنعمت بالأذنان. مرك لي لهذيك كيف حرصك علينا وأقولها حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. مرك لي لهذيك كيف طلبك لهنا وأقولها ضرب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. مرك علمي قاس وحبوا بهاي اللي قد ذاله إن معاشك إن الدنيا ذي معانك ذي بيها قبول إسكفر يمه من لم يكن في بدايته احتراق لم يكن له في نهايته إشراق. قفك بدايته سهر أسوق بأنه صار فاضن نهايته سدم بإشراق يمجر إفتين دهبك مركو رئيسه الله حفالهم بلا سوق هذا كدي من دبك على جري ولا هجية ولا صفاء ولا هجية ما كلا بلا عليه ولا كلا هبيه مركو دم فكوس أبا واحد قرح بدن ونقل به لقد ينكر قرح بدن لو ذي جعليه مركو هرنا وابا الفالهم الله هلك يالله. مارك بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الإسلام هداة للمهديين ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا وبالله حولي واعتصامي وقوتي ومالي إلا ستره متجللا. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. صلاتنا سلامنا على النبي الهاشمي القرشي المطلبي. أما بعد حفظنا نلقو الشرف في مانتا إن أنا خصو قيب قال له أدب أنا غفر حسننا هاي ولقو ينين يحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أردنا مانتا له إجازي حقيقة وحويان وحين بدن ضد بدن أي كريوني أن باي كتامين أيو إلهي سبحانه وتعالى وحسرية شيخ مركو كورمي شرود إجازة أفرتا حبدي يقدم بس لفظ الإجازة بصيغة الإجازة قابكو شيخ إجازين يو وحي هانترتي برجي هوري دوق إنه الشيخ وقفك وكير هذا مجاله بلا يتق هلك القرآن ككبحي. لكن هذا عصر جينا سنة كوا القرية مرك الله بأهرم بالسوق هذا يا شيخ الله بنسوق هاي راعي إنه أرضك كير هذا ويدين إجازي كل جين يسيده كله إنه ينقره إله سبحانه وتعالى أيه وهم هذا علينا مرك علم جاس لينو إجازي وحل دون يا أمانة ذا إنه قام السنة دي إنه السوق ذنو هل قسنا كسوق بجبينا يا أو كسابسن يعني القرآن كيدين تي علم جا إن لو سفر شري شيخ إبراهيم أخضر لي رهضاء علماء القراء كم ذا ومقارئ المدينة وحكب حياة أياس إذا نقل معلمين بولها اللي مركز وحو كور رمي سنة كي إجازة يا قرآن كي الدين تبرقه رسيد اللوغو سفر شري أم بل لوغو رحلي سن شري وحو كشي كي يويل ير وتدب تشرا أم بس دي تشرا أيا هو يار دشي ويل كاس مركا أغوان بوها مركا وحيد دمع ذي إن ويل كي القرآن كالكتوب marka quraanka la dhiganayna soomaalidina hore ilaa 7 sheebi dhigi jireen quraanka waa lagu bartaa oo qaaf ka kaca oo ya qalqaalinaysa aba quraya arday qeyla dheer macallin qaariya lux qarawin intaas ayaa la jamcin jiray hooyada marka deegaanka waxay ka fiirisay macallinka quraanka ugu yaqaan aqraahum li kitabillah marka sa deegaanka dhun way ka widay waxa loo sheegay tuule heblaayo inuu macallinkaasi ku nool yahay wiilkeedi yara madamu todoba jir la sidee jir aha waxay ku tarbiyeeyay markaste سلّي النبي صلى الله عليه وسلم وحديث كمان تين أفر لنا مركز واحد عربي الكلاو صفري مقال هذا سدح بري عمل بلوس عني مركز هو جاري أيام عنك تدك القرآن كقول لي وي بوحين ملك بناني ميشرم الباب كي وكبر جراعي وكفر ويل يربو أركي مركز كور محاس صادون تي وحير معن لو حان سفر كدير صوغ له هيدا باي صوت المامتي إن الإلهي كتاب كيسا كابر تندونيا واحد عربي معنك ينكوير هذا محاكوش يا ويل يهويري deegaankan ba ardaydan wax u dhigayo dhan way buuxaan
وقت كوما هيو لكن وحنا كل شيء جيا سنة كذب مركو قف قرآن كلام مايو أيام باسكا كوكو بدلا يا أديكو شو وأنت هو حق بتأردد أسي خدمة سأ يعني أردد أركو النقا حابض أصوغر سباسكا هذا الشو سمارو حتى هذا نين مالو عده ميلي كمدو ويلكيرا أو صفري يعني ما دام علم جاء وربو أصو صفري إنه كمرا كانوا ويلكيرا مركو شو جي أيو حجر هذا وما علن واحد فرصة إسيسا هو يدا إنا كل نقضة وكل راه هذا هو يو معلن كي وساسو يسوع شاجي سان فرينت وجرسيه ويلكرا وصاب حي مركو لحدا مرة يو أيوة حال الحسا هبين نبتك بدنك بعديها الله مسعده جيد بيدتك سهلان بحالها كجلان هبين كي مركو سيسي حني يبون نبي صلى الله عليه وسلم وآذو فر بدي ويلكرا وصاحدي مركو صاحدي بقى نبي جري وقي مادي بكسمح كوي رهدي ويلي هو يرم حاد السعوتي وحكوي ر إلهي كتاب كي سينا برتان دونيا مركز وحو كوير هذي نقو معلن كي وحاكو ترى هذا قرآن كينا لكتان دونيا مركز وحو هدو ويديا دمانا دمحاكو لها وحاكو ترى هذا دمانا تي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كايقا دمينا هدو علامد ويديا نمحان وجو جوابا ويل كرا منام كي رسول كوير هذي وحاكو ترى هذا سدح جير زمرن 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 حين اكسونا حديث كي نبي قنوها قف كي انيقا يوار كريو فقدر آني حقا لأن رسول كشيدان كسكم اكيسيو وصو نقضي معلن كيبو كصو نقضي الباب كصو قرقراعي ولا قفري وحكوية رمحاك وصو علي وحكوية رئينا القرآن كالكتان دوني ياكو صدري رسولك إلهي هذا الوين بو كتوا ويل كيرا أرديد يردن كبن نيبو كير هالكن صوفر يسو مركاس وحكوية رواما حي علامات محا علامات كوا وحكوية ري زوماران 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 مركاس وحكوية القرآن كوالله واكو لغايا أرديد سكستها وبوحده مداما كلمات دا علوس آدي قلت هذي قرآن كواكو برايا wuxuu yiraahdaa daba sheekh quraanka anagu dhigan maayo illa aad ii sheegto kalmadda macnaheeda waxa laga wado wuxuu yiraahdaa aniga adiga kula eeg ayaan sidaado kale nabiga ayaan saligi safar badin jiray oo xadiiskan ku xirnaa buu yiri markaas habeen habeenada kamid ah rasuulku anigana manaabigu yimaade su'aal baan weydiiyey rasuulku waxa ahayd rasuulku ilaahay oo ahlul quraanku kayfa yadkhuluna aljannata jannada sidee bay ku galayaan markaas rasuulku wuxuu yiri zumaran zumaran ay fawjan fawjan wasiqa alladheena taqaw rabbahum ila aljannati zumara markii kalmadii uu sidii ku macneeyay ayaa wiilkii raa quraankii uu fariistay deegaankii oo dhan buu ka bartay ilaa qiraa'atul ashr ayuu gaariba la yiraahdaa deegaankii sidii dib ugu noqday ilaa uu dadkii cilmigii u sii nashriyo marka waxaan ka wadaa wax weyn cilmiga sida dheer loo yaani aynu loo sabri jiray ee loo safri jiray in maanta si wanaagsan aynu ku helnay nimcadaas inaan alxamdulillah niraahdo naftaydi naftiinaba sheekhuna aad buu u mahadsan yahay anigu in badan baan ku soo biiray sheekh Cabdiraxmaan culimo fara badan oo hor fariistay أبيادان كقرتين شيخة كم غلا وحا كم إذا تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي فقالوا أي ذين يقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق حسن الصناعة مسلم أبيادان شيخة كم غلا شيخة دو ما سنت جزاك الله خير سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر وأتوب جسدي ونور ما إن شاء الله تعالى إلى علمي نافع قدقو عمل كيرا الله أقبله عبادنا الله صوبيو حتما الله نصوبيو dambigaani dambi waalidiintaan Allah dhaafo shaykhdeena iyo kuwa wax ka baranay kitaab iyo toosba Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi wada dhaafo raxmadiisa Allah siiyo jannadiisa firdowsa Allah gariyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga dhigo culimada iyo aamireen rabbaniyan Allah naga dhigo Ilaahay bisha Ramadaan kuwa la xoreeyay ee loo dhaafay ee loo naxariisto Allah naga dhigo umureena adduunka akhra Allah noo saaro sharoodo Allah naga xijaado khayro Allah noo siiyo rabbana atina fid dunya hasara fil akhirati hasara wa qina adhaban nar صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين